السيدة سحر فارس من بعلبك الهرمل. أنا الشهير جوزيف مرعي من جبل لبنان. سؤالنا موجه لكل المسؤولين، بعد المجزرة اللي صارت ما حدا منكم حاسس بأي مسؤولية؟ ما في شعور بالذنب؟ ما حدا منكم عنده الجرأة يعترف بالتقصير؟ صاروا سنة وبعد ما عنا أجوبة تريحنا وتريح قلوب بياتنا وإماتنا وأخواتنا وأولادنا وأراملنا، هالقد نحن رخاص بنظركم؟ يا هالمسؤولين، تقصيركن وإهمالكن أنتو والمتورطين اللي أصغر منكن واللي أكبر منكن، مش بس تسببتوا بقتلنا، أنتو كل يوم عم تقتلوا أهلنا وأحلام كتار من أحبابنا. عرسي كان ب6/6/2021 بس ما قدرت أجي على العرس. كفروا عن ذنبكن واشتغلوا ليل نهار حتى نعرف الحقيقة، هاي بتكون أحلى هدية العرسة. من هلأ لوقتها تذكروا هالجملة، نفسنا ما رح ترتاح قبل تحقيق العدالة. تحقيق العدالة.